طيب نبغى ناخذ أسئلة، إن شاء الله ما يعلق البث. مين مستعد؟ هذا جوي، هذا جوي. يلا عاد بدينا عاد. هذا بيس. تكلمي عن الديتوكس، حطيت لكم قصتي مع الديتوكس، حطيتها في اليوتيوب. يعني اللي أقدر أقوله أو اللي ممكن أقوله قلته. أي شيء ثاني يعني أي تفاصيل فيها، أنا مش طبيبة ومش دكتورة في هذا المجال عشان أكون مؤهلة أني أنا أقول الأشياء. يعني ما أقدر مثلا أنصح بمنتج أو أقول سووا هذا الشيء أو سووا هذه الطريقة. أنا أحفزك أنك تسوي هذا الشيء، أنصحك أنك تسوي هذا الشيء، مؤمنة بهذه الفكرة، عشان كذا جبت الدكتور باسل. لكن أنا ما معي شهادة ولا معي ليسن أني أنا أقول، فلازم تفهمون هذه النقطة بشكل جيد. يمكن إذا قعدت أنا وياك كذا بشكل شخصي أقول لك وش سويت، بس ما أقدر أقول كذا بهالطريقة هذه، ما يصير. عشان كذا كانت دورة الديتوكس، لأني مؤمنة بالفكرة، مؤمنة بالنتيجة اللي أنا وصلت لها، تغيرت حياتي تماماً. فأنا أعتقد أنه في ناس يحتاجون، عشان كذا آمنت في الفكرة وسويتها. واللي يقدر عنده وقت مستعد مؤمن بالفكرة يقدر يلتحق بالكورس، أو يقدر يروح أي مكان في العالم، في أماكن كثيرة في العالم يسوون كورسات بهالشكل. ليش عندي صباح؟ لأني أنا في LA. خوخة، يمكن خولة. أهلين دكتورة. خولة؟ لا، معك خلود. خلود حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. كيفك دكتورة؟ إن شاء الله طيبة. حبيبتي شرفتيني، سمي. دكتورة تصدقين ده بكرة البيرثدي حقي؟ حبيبتي كل سنة وانتي طيبة. وكنت أكاتبت لك سؤال، إن كل أحداث حياتي الحلوة تصير نهاية السنة الميلادية. واو. يعني في نوفمبر ديسمبر. وهو بنفس الوقت هو قبل سنة، قبل يوم ميلادك. أيوة، يعني خلاص كلها تصير الأحداث الحلوة والجميلة والإنجازات نهاية السنة، بس ما أعرف إيش السبب. صدق أني قاعدة أشتغل على نفسي، فتصير لي حاجات كثير حلوة. أنا تقريبا من 2016 أخذت معك دورة سول ديتوكس. واو. في 2016 حدثت لي قفزة. برافو. كثير كثير حلوة. ومن بعدها، من 2016، من أول ما سويتيها ستاب شات، وأنا الحمد لله يا ربي الحمد لله، إنجازات ونجاحات في حياتي حلوة كثير. برافو، الله يبارك لك يا خلود. أخذت معك الآن دورة الوعي الطفولي، سويت التنظيف، بس أنا في شيء محيرني. في دورة، قبل ما تعلنين عن دورة الوعي الطفولي، بديت قبلها بفترة أتذكر أحداث حياتي وأنا طفلة، يعني كنت أقول يليت في شيء عن الطفولة. فجأة جات دورة الوعي الطفولي، أخذتها على طول. بعدها خلصت، باقي لي التمرين الثاني اللي هو 21 يوم. سويت التنظيف، باقي لي اللي تبع اللي هو القفزة. بعدها أخذت، مستعدة يعني بكل حب أني أخلصها. بعدها إن شاء الله بإذن الله راح أبدأ السعادة، دورة الفرح. وبس خلاص، يعني كثير كثير أنا استفدت منك. من زمان كنت أبغى أطلع معك قست عشان بس أقول لك شكرا، لأني كثير 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 تغيرت معك، كثير كثير كثير. صحيح أحيانا تصير أمور في حياتي يعني تتوقف أحيانا، بس سبحان الله يصير موضوع أو أفتح اليوتيوب عندك ألقاك تتكلمين كيف نقدر نتجاوز الحاجة هذه أو الموقف. في بعد حاجة، أخذت معك دورة الرسائل الكونية، صرت كثير أنتبه للأرقام، الرسائل الأرقام، فعشان كذا انتبهت كثير للأحداث اللي تصير في نوفمبر وديسمبر.
وكثير أنا أحبك صراحة، بس أنا طلعت عشان أقول إني استفدت كثير منك. يا خلود حبيبتي، شرفتيني، شكرا جزيلا على هذه المكالمة. العفو، مع السلامة، باي. الحين يا خلود العالم بيقولون الناس إنه الدكتورة سمية قاعدة تسوي ماركتينج من خلالك. أول شيء أنا أقول لك شكرا على هذه المكالمة، شكرا، يعني ما في شيء بالنسبة لي أسعد، ما في شيء أسعد، يعني حتى مع التكريم الأخير قلت هذا الكلام لوسائل الإعلام، ما في شيء أسعد عندي من أنه شخص يجي يقولي أنا تغيرت، أنا حياتي صارت أفضل بعد ما سمعتك أو بعد ما. وعلى فكرة مو كلهم دافعين، يعني صحيح أنها الآن قاعدة تتكلم في الكورسات، في ناس يحضرون يوتيوب ويتغيرون يستفيدون، أو حضروا سناب شات زمان كان تركيزي على سناب شات. سعيدة أنك أنت اشتغلتي على السول ديتوكس والوعي الطفولي، طبعا هذول أكثر شيء ممكن يسوون قفزة اللي هم كورسات التنظيف. بالنسبة لموضوع الأحداث الجيدة اللي تأتي نهاية السنة، يمكن أنا سبق تكلمت يوم تكلمنا على موضوع البوابات اللي تفتح، موضوع 11 و11 وش اللي قاعد يصير في الكون أو في الأرض، وقلت لكم أنه في فكرة مع بعض الناس يؤمنون فيها أنه نهاية السنة في تنظيفات للكرة الأرضية بشكل عام، أو خلنا نقول كارمات ترتد، وفي ناس يشوفون أنها فردية على الشخص نفسه، يعني بمعنى أنه أنت إذا أنت مولود في 1 يناير فمعناها قبلها الشهرين الأخيرات اللي قبلها يعني راح تكون فيها أخبار إما سيئة أو جيدة حسب شغلك، حسب أنت وش سويت. فبناء على هذه الفلسفة احنا نقول انه انت قاعدة تسوين كويس فتجي النتائج نهاية السنة، يعني نهاية السنة زي ما قلت تصفيات، كأنها الشهادة انه اوكي يعني نجحتي وجت المكافآت، او انه الواحد تجيه اشياء يعني دروب ومشاكل. مين بعد جاهز؟ مين عنده سؤال؟ فواز، فواز، ألو، أهلا وسهلا، السلام عليكم، كيفك دكتورة؟ سلام، أهلا وسهلا فواز، كيف حالك؟ الله يسلمك، صباح الخير. صباح النور، شرفتني. الله يسعدك، أنا من المتابعين القدامى لك من زمان. أكيد، أعرفك فواز، شايفتك. الله يسعدك دكتورة. أبغى أختصر موضوع يكون بإيجاز. أنا طبعا من زمان أنا كنت أتابعك، وتقريبا أقدر أختصر السؤال في يعني قبل أو تقريبا 6 سنوات هذه أو اللي راحت من السنة هذه، صارت لي قفزة في حياتي تقريبا من ثاني ثانوي، بديت أني أشتغل على نفسي كأي إنسان يحاب يطور نفسه وزي كذا. فصارت لي القفزة هذه لما صرت في ثالث ثانوي، بس كانت قفزة نوعية بشكل يعني إيش أقول لك، ما أقدر أوصفها. لما شفت سلم هاوكنز بعدين اكتشفت أنها كانت في الحب، يعني بالفعل يعني بكل المقاييس، يعني بشرحها بشكل مختصر أنه كنت أحب الحياة بشكل غير طبيعي، يعني صرت أعطي الحب وصرت أخذ الحب بكل ما تعني الكلمة من معنى. ما صار في أي جهد أبدا، يعني الجهد أقدر أقول 1%، والنتائج كانت 99%. فتقريبا هذه الحالة استمرت معي، وطبعا كان في جذب من جميع النواحي، الأشياء كنت أبيها والأشياء ما كنت أتوقعها. برافو. يعني أقدر أقول عشت الوفرة بكل ما تعني الكلمة من معنى. تقريبا استمرت هذه الفترة لمدة 6 شهور تقريبا، إيفن أو رغم أنه كان في ضغوطات الحياة إلى آخره، لكن ما أتذكر من هذه الفترة إلا الوفرة. بعد هذه الفترة دكتورة تدريجيا بدأت تختفي مني أو تروح، بلس أن هذه الفترة كنت مرتبط روحانيا بشكل حقيقي، وأنا أؤكد عليها وأقول بشكل حقيقي جدا. بعد هذه الفترة دخلت الجامعة أو قبل الجامعة تقريبا كذا على نهاية الفصل الثاني، يعني خلاص تدريجيا بدأت تروح هذه الحالة مني أو تخف، إلين أختفت تماما. من هذاك الوقت إلى الحين اللي تقريبا 4 سنوات، وأنا قاعد أحاول أرجع أو أني أوصل لنفس النقطة اللي أنا وصلت لها، مع العلم أني ما كنت بنفس درجة الوعي اللي أنا الحين فيها،
بلس إنه مع العلم إني ما كنت أتبع قوانين، يعني كنت أتبع مثلا أعتمد على ارتباطي الروحي وأشياء مبادئ بسيطة كانت توفر لي أو كانت تعطيني كل القوانين هذه اللي الحين أعرفها، كنت أنا أسويها بس بدون ما أدري بدون ما أحس. فسؤالي دكتورة إنه وين المشكلة وكيف أرجع؟ مع العلم إني خذيت دورة اللي هي أو زمان دورة رمضان ريكونكت تذكرينها، رمضان ريكونكت، بس أي بس بعد إن ما أدري وين المشكلة فوقفت الدورات، قعدت على اليوتيوب وعلى السناب شات. فما أدري دكتور إذا عندك سؤال، ما أدري وين المشكلة. خلاص بجاوبك يا فواز. الله يسعدك دكتور، ممتلك على فكرة. ترى اليوم فكرت في إني راح أقول السؤال وسويت بروفة وعلم أي وسويت بروفة والحين قلتها نفس البروفة بالضبط. ممتاز، برافو عليك، شرفتني. الله يعطيك العافية. الله يحفظك. طيب ما أعرف إذا كنت بتقول شيء زيادة ما انتبهت. طيب شكرا لك يا فواز. الآن فواز اللي صار معاه إنه كان في فترة ثالث ثانوي، ويعني مرت عليه يعني ظروف جدا جميلة وقفزة جدا جميلة، مشاعر جيدة، اتصال روحاني عالي، حالة حب، وكانت الجهد كان الجهد 1% والنتائج 99% حسب وصفة يعني. وبعدها تدريجيا انتهى الموضوع وكان الوعي عنده جدا منخفض. الآن يقول إن وعيه أعلى وأفضل، وهو طوال الوقت قاعد يحاول يرجع لهذيك المرحلة وما قدر يرجع. فهو يسأل إيش المشكلة وإيش اللي صار. طيب أول شيء في أشياء كثيرة نحتاج نقولها يا فواز. أول شيء السؤال، أنت إيش سويت قبل ما وصلت لهذه المرحلة؟ ماذا فعلت؟ لازم تجاوب بالتفصيل على هذا السؤال، ماذا فعلت؟ الشيء الثاني، يوم صارت لك هذه المرحلة ماذا فعلت؟ هذول السؤالين لو جاوبتهم أنت عرفت الخلطة. بمعنى أنه أنا أقول مثلاً زي خلود قبل شوي قالت أنا حضرت السول ديتوكس صارت لي قفزة في حياتي، أوكي. يعني هي نظفت بعدين صارت لها قفزة في حياتها، بعدين صار لي كذا، فإحنا نعرف أنه سوينا كذا فعطانا النتيجة كذا. ما في شيء يجي بدون سبب، ما في شيء يجي، في قانون سببية في الكون، في شيء يحصل معناها في سبب قبل هذا الشيء. فأنت لازم تطلع لنا السبب اللي حصل هذا الشيء. بعدين أنا فقدت هذا الشيء في سبب، في سبب حصل عشان كذا أنت فقدت هذا الشيء. أنا أصدق أنك أنت وصلت هذه المرحلة بدون وعي، لأنه في كثير من الأحيان المشاعر ممكن أنها تدفك وتوصلك المرحلة لكن لا تستمر. هذه نقطة برضو خطرة ومهمة. كثير من الأشخاص يعيشون مشاعر جيدة وهذه المشاعر تساعدهم وتوصمهم مراحل جدا متقدمة، لعدم وجود الوعي يسقطون. أو خلنا نقول العكس، كثير من الأشخاص عندهم وعي عالي، لعدم وجود المشاعر ما يستطيعون أصلا يرتفعون. وهذا بالنسبة لنا يعني أنه المشاعر أهم، يعني في خلاصة الخلاصة المشاعر أهم من الوعي. بس مشكلة عدم وجود الوعي قد يسقطك، لكن عدم وجود مشاعر جيدة ما راح يخليك تحدث أي قفزة. وهذا الشيء الجيد إنه إحنا لما نسوي تنظيفات إن نخلط، يكون في وعي وفي مشاعر جيدة، إنه إحنا نشيل الأشياء السلبية اللي بجواتنا، فبالتالي إحنا صار عندنا وعي بوضعنا، بالتالي شعرنا بشعور جيد. في نقطة مهمة يا فواز لازم نتكلم عنها برضو، فكرة إنه أنا أبغى أرجع لنفس هذيك النقطة، هذه خطرة جدا، خطرة. ليش؟ إنه أنت الآن أكثر ما أقدر أوصفك إنه أنت متعلق. قل خلاص خلاص، مرحلة صارت وانبسطت واستفدت منها، وأكيد ما زال لها تبعات جيدة إذا كانت فعلا هي على مرحلة الحب، أكيد ما زالت لها تبعات جيدة وانتهت دان. أنا أبغى أطور نفسي، بس مش بالضرورة أنا أصل لتلك النقطة، يمكن أصل أعلى، يمكن أصل أقل، يمكن أصل شيء مشابه بس مو من نفس الشيء. لأن هذا الضغط هو ضغط عقلي،
وانت ما سويت الموضوع بعقلك، ما سويته بعقلك، هي روحك ضبطت الموضوع بطريقة ما، وكان في أسباب وانفتح الموضوع. فأنت لما الآن تبغى ترجع لهذه النقطة بعقلك راح تعقدها. فأنا أقول لك تحرر من الموضوع، تحرر من كل الفكرة، مش مهم، أنا ما أبغى أروح لهذه النقطة. كثير من الأشخاص طريقة أصغر بس عشان الكل يستفيد، يحصلون على تجربة روحانية، ممكن يسوون تأمل، ممكن يسوون تمرين معين، يجيهم يعني تجربة روحانية معينة أيا كان، بعدين يبدأ يستمر يستمر يستمر، يعني يحفر، يبغى يرجع لتلك التجربة، خلاص انتهت ببساطة، صارت وانتهت، حصلت لأجل سبب معين وانتهت. فيه ملايين تريليونات التجارب الروحانية اللي أنت ما جربتها، فيه ملايين تريليونات الأحوال الروحانية اللي أنت ما جربتها، مش بالضرورة ترجع لنفس النقطة، مش بالضرورة، في خيارات كثيرة. سلم هاوكنز بالنسبة لشخص نائم، بالنسبة لشخص لسه بادئ في موضوع الوعي، جدا ممتاز وجدا مفيد وجدا يطور، وأنا أحب دائما أتكلم فيه عشان أنت تقدر تتواصل مع الأشخاص بالأفكار، بس في مرحلة معينة أنت تحطه في سلة المهملات، مش تقليلا منه، بالعكس أنا كثير أحترم سلم هاوكنز. في مرحلة معينة لما أنت تتكلم عن مستوى الحب، إيش تتكلم عن سلم هاوكنز؟ سلم هاوكنز أصلاً ما استطاع أن يفسر مستوى الحب بشكل جيد، ما يقدر، بس هو يقدر يوصل المعنى للشخص اللي موجود في الشجاعة، للشخص اللي موجود في الكبرياء، في الغضب، يقدر يشرح لهم الفكرة، ترى في مراحل، ترى الناس يتطورون، ترى هذه مشاعرها كذا، هذه مشاعرها كذا، هذه مشاعرها كذا، بس شخص في مستوى الحب ولا مستوى السلام ولا مستوى الفرح، إيش يشرح له سلم هاوكنز؟ ولا شيء، ما يقدر يشرح له شيء. فأنا أقول لك تحرر من أنك تبغى تعيد نفس التجربة، تحرر من أنك تعيد نفس الفكرة، راجع ماذا فعلت قبل وماذا فعلت بعد. أنا دائما أقول إذا أنت في وجدت نفسك في سكة، إذا صح التعبير، فأنت طلبتها، إذا أنت وجدت نفسك في سكة فأنت طلبتها، لا تكابر، مش لأجل فوزي، أجل كل الأشخاص. يعني في شخص قاعد هنا ويقول مثلا هالكلام خرابيط، هالكلام مو مفيد، هالكلام، طب انت ليش موجود في سكتنا؟ انت ليش موجود في سكتنا؟ انت عندك رساله، ما دام وصلت هنا ودام انت تسمعني فعندك رساله في هالسكه. فانا هذا اللي اقول لك اياه يا فواز، انه انت ما دام انت موجود معانا في هالدائره ومهتم بهالاشياء اللي احنا نتكلمها، فانت مقصود في هالسكه. حتى لو كنت تعتقد نفسك انه انت قبل حصلتها بدون الوعي اللي موجود الان، طيب الاحوال تتغير والمستويات تتغير والازمان تتغير والاماكن تتغير وانت تغيرت، فالاشياء اللي ادت للحصول ذيك المره لابد انك تكتشفها، لكن مش بالضروره هي راح تعطي نفس النتائج المره الجايه. بمعنى انك انت موجود الان في دائره اخرى، اشتغل وفقا لها. يعني مثلا خلنا نقول انا كنت في وظيفه معينه، كنت مثلا سكرتير في مكان معين، وكنت لما أسوي شيء معين، مثلا لما أخلص شغلي قبل الوقت بساعة أحصل نتائج جيدة، يمكن أطلع مبكر، يمكن يعطوني زيادة في الراتب، يمكن يشكرني المدير. رحت الآن وظيفة ثانية، يمكن نفس الوظيفة بس مكان آخر، أخلص قبلها بوقت بيقولوا لي فاضي، أنت ما عندك شغل، ليش خلصت؟ انت يمكن اديت اداء مش جيد، هل يعني انك مش جيد انك خلصت بدري؟ يقولون يراجعون وراي الشغل. فمش بالضروره اللي صار امس بسبب حدث صار امس يصير اليوم، فبرضو نحتاج مرونه في هذه الزاويه، انه ما دام انت في دائره ثانيه تعاطى وفقا لهذه الدائره، بس لازم تعرف وش اللي حصل، وش اللي صار ذاك المره، وش النتائج. لما تكلمت عن موضوع الاتصال الروحي، وانه انت متاكد يعني يقينا انك انت كنت متصل روحانيا، انا اؤمن بانه كثير تكلمت عنها خصوصا في موضوع كارما الثراء، انه الكارمات تشيل، كارمات الناس تشيلك، بمعنى
واحدة تتزوج شخص يصير غني أو يصير فقير أو تتغير أحوالهم، تتعرف على صديق تصير ثري، تتعرف على صديق تصير فقير، تتعرف على صديق تصير منحوس، تتعرف على صديق تصير حظك زين. أؤمن أنه في تأثير الكارمات الأشخاص، خصوصا لما نتصل فيهم اتصال قوي، بمعنى اتصال مادي، مشاعري، فكري، طاقي، فما بالك لما يكون روحاني. فمعناها أنه لما يكون عندي اتصال روحاني، لكنت متأكد من هذه الفكرة، معناها في كارما شالتني حملتني معها، فيمكن تكون هذه زاوية عززت هذه الحالة اللي أنت وصلت لها. هل مثلا أفكر أقول ارجع أنت واعمل نفس الاتصال الروحاني؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة، يمكن هذه تجربة، يمكن في تجارب قدامك أنت لازم تجربها. أنا أعتقد يا فواز أنت جربت تجربة روحانية، قدامك ملايين التجارب، لا تتعلق فيها، ارمها، ادرسها، افهمها، افهم رسائلها، وانتظر، انتظر تجارب أخرى، وخلك مستعد. طيب مين بعد؟ مين بعد جاهز؟ حبيبتي عبير، هنا ما عارف اذا اسم صحيح او لا. دكتورة تسمعيني؟ أهلا وسهلا حبيبتي هنا. أيوة عزيزتي، هلا. أهلا وسهلا، شرفتيني. كيف حالك دكتورة؟ خير وعافية حبيبتي، سمي. تمام سوري. أنا حاليا حدخل على 26 سنة إن شاء الله، ومن يعني من الطفولة إلين الحين أنا عندي مشكلة في الصداقة الكلوز، يعني الصحبات القريبات مني. دائما تتفركش أو نتخانق، أو يعني صحباتي الباقيين عادي، بس الكلوز دائما تخرب صداقتي معاهم، دائما نشترك، دائما يصير شيء. في بعض الاحيان اكون انا الغلطانه، في بعض الاحيان يكونوا هم الغلطانين، بس انا حابه افهم ايش الرساله من هذا الشيء، يعني اذا في غلط انا ممكن اصححها. حضرتي الوعي الطفولي؟ لا مع الاسف فاتني. خلاص بجاوبك، شرفتيني هنا حبيبتي. هلا. طيب هنا تقول ان يعني على وشك تدخل 26 سنة، ومشكلتها أنه دائما صداقاتها المقربة ما تضبط، يعني دائما تخرب هاي الصداقات. نقدر نقول أنه في احتمالات للموضوع، في احتمال أنه عندك مشكلة جاية من الطفولة تحتاج حل، تحتاج أنه أنت تتفرغين لها وتاخذينها بجد وتطلعين لها، تطلعين الجذر من الطفولة وتنظفينها، تتخلصين منها. وفي الغالب هي مرتبطة بالأم، سوري، من المحتمل، يعني مش أكيد بس من المحتمل في الغالب أنها تكون نشأت يمكن في السن 3 سنوات في علاقتك مع أمك، في طبيعة العلاقة، في طبيعة الثقة مع الأشخاص المقربين، أو ممكن تكون نشأت برضو في سن مبكر لما دخلت المدرسة وكانت في الصداقات القريبة وصار موقف أو موقفين وخربت الفكرة كاملة بالنسبة للسيستم اللي عندك. ممكن شوية في احتمال ثاني انه انت مش محتاجه صداقه، لكنك تقاومين الفكره لانه كل الناس قاعدين يؤدون هذه المهمه، فانت تعتقدين انه لازم انك تسوين هذا الشيء، بمعنى انه اوكي كل شخص عنده صديق مقرب وانا لازم يكون عندي صديق مقرب، فتقومين تسوينها بالغصب، بينما روحك ما تحتاجها اصلا. يعني روحك عندها دروس مثلا من الام والاب، من الاخوه والاخوات، من بنت الخاله بنت العمه، من الجيران، من زملاء العمل، ما تحتاج دروس صداقات القريبة هذه. فروحك تقول لك ما أبغى، بينما النوايا الخارجية تقول لك لا، لازم يكون عندك صداقة، لازم يكون عندك صديق، فتقومين تقاومين فتحصل الانعكاسات الداخلية يعني تتلخبط هذه الصداقات. ممكن تبطلين تقولين خلاص ستوب، أنا ما أبغى صداقات. أنت الآن يعني لو كنت مكانك اشتغلت على 2، لو كنت مكانك قلت لنفسي خلاص ما أبغى صداقات، خلاص مدام ما ضبطت وما جت بطريقة جيدة وسهلة خلاص ما أبغى صداقة، في نفس الوقت أشتغل على موضوع أني أنا أطلع الجذر من الداخل وأنظف نفسي. يلا مين عنده سؤال مستعد؟
جوي شكرا الله. شو نسوي؟ في ناس اكاونتاتهم ارقام ما اعرف ايش اسمائهم، حطوا اسماء واضحه يعني تهربون من مين، من من تهربون حطوا اسماءكم. حصه ألو، مرحبا دكتورة. مرحبتين حبيبتي حصة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة، مرة ممتنة لك صراحة. يا حبيبتي شرفتيني. الله يشرفك. سوري معلش دكتورة إذا صوتي مرتبك أول مرة أطلع صراحة. إي لا عادي ما عندك مشكلة، خذي راحتك. أول شيء نرتبك أول مرة. أول شيء حبيبتي أول شيء أنا أحبك. يا حبي لك. والله يسخر لك قد ما انت تسوين لنا صراحه هذا شيء يا حبيبتي. اما ودي اطول صراحه، انا عندي سؤالين. تمي. سؤال الاول، انا تزوجت عمري 17 سنه. اه. وانفصل طبعا زواجي دام 11 سنه. ايه. طول المده هذه انفصل وارجع، طبعا اذا انفصلت ارجع عند اهلي ويضغطون علي وارجع مره ثانيه. كان في صوت داخلي انه هو مو الزوج المناسب ابدا. ايه. تركته وجلست بيت اهلي سنه. بعدين رحت المحكمه وخلعته. عندي منه 4 اولاد. طبعا بعد الخلع جيت ارفع قضيه اللي هي حضانتهم. رفض الوالد اني اخذهم. اللي هو ابوي. انه طبعا هم 3 بنات وولد. قال لي انه ما راح تاخذينهم، انت توك عمرك 28 سنه ما راح تتحملين مسؤوليتهم تربيه الاولاد. صح. جن زياده مستمره بالويكند. الخميس والجمعه والسبت. تتعب نفسيتي يا دكتوره. وهم يعني ابوهم من النوع اللي يوبخهم يأنبهم يصارخ عليهم. انا عكس تماما، يعني احتويهم. انا طفله، يعني انا طفله وحاسه بالطفوله معهم. فالان يجيني احساس انه يعني يعني كل ما جاني الالم انه انا فقدتهم ايام الاسبوع تجيني لحظه زعل وغضب من ابوي انه شلون يحرمني. واحيانا اقول لا يمكن هو يشوف الشيء هذا صح، لأنه فعلا أنا متوظفة أنا على رأس العمل، بس يعني كمادة أنا عارف أنه مستحيل أن المادة تكفيهم. يعني الراتب اللي أنا آخذه عارف أنه راح يكفيهم، فهمتني؟ ماني قادرة أنه أنا آخذ بيت وأستقل خارج المنزل، يعني خارج بيت أهلي، فاهمة علي؟ فهم يسألوني ماما ليش أنت ما تبينا، ماما ليش أنت ما تاخذينا، يعني وهو يلعب في مخهم أمكم ما تبيكم، أمكم ما تحبكم، لو تحبكم أخذتكم عندها. فأنا في دوامة للأمانة، ماني عارفة من وين أبدأ. هذا الشيء الأول. شيء ثاني، ممتنة للكتاب، آخر كتاب أصدرتيه صراحة فعلا كأني قاعدة أشوف شيء أنا بعمر بحياتي ما كنت شفته. شكرا لك. السؤال الثاني، وأدري أني طولت. السؤال الثاني دكتورة، أنا شريت السي دي تبع شو اسمه الباب الخلفي. وطبعا أنا بس أطبق الآن 4 أشياء اللي هو التنظيف والشو اسمه وأتصل وأكتشف الحقائق وأعترف.
أنا يعني لازم أقسمهم ولا أنت نصحتي في نهاية السي دي إنه في 7 أشياء لازم الواحد يسويها عشان يكون يعني كأنه زي القاعدة، إنه بنى قاعدة بعدين الأشياء الثانية أبنيها اللي هي السبعة الثانية. فهو صح كذا، صحيحة الطريقة اللي أنا مسويتها أو لا، إنه بادية 4 مثلا وبعد 4 ببدأ ب3 يعني مقسمتها، هل هو صح؟ أوكي بقول لك. ومرة آسفة إني طولت حبيبتي، شرفتيني يا حصة. شكرا لك، الله يعطيك العافية. فمان الله. طيب حصة، أول شيء بالنسبة لسماعك للتأملات، الاقتراح اللي أنا اقترحته اللي هو عندنا 7 الأولى وبعدين 7 الثانية. 7 الأولى يعني هي زي ما نقول خفيفة، تقدر تسمع منها أي شيء في أي وقت. الثانية اللي هي نوع أو شكل من أشكال إعادة ترتيب الدماغ كاملاً وإعادة تنظيم الحياة، يعني الفكرة اللي أنا أحاول أسويها أنه أسوي كتاب ناس تجد حل حياتهم أو ترتب حياتهم، أسوي سي دي عشان الواحد تترتب حياته في كل الجوانب. فلي أقترح أنه أنت تسمعين كل 7 تراكات مع بعض، تبدأي من الأول للأخير وتسمعينهم كل يوم، تستمرين 21 يوم. هذا اللي أنا اقترحته. طيب حصة تقول أنه هي تزوجت عمر 17 سنة واستمر زواجها 11 سنة، وكان في يعني أخذ ورد وكانت العلاقة مش جيدة، وفي الأخير أهلها كانوا يضغطون عليها أنها يعني تستمر، أهلها كانوا يضغطون عليها، وفي الأخير خلعت الرجال وانتهى الموضوع، والآن وقف على موضوع الحضانة. وهي تسأل إنه أبوها يقول لها لا، إنه أنت مش جاهزة أو مش مستعدة، وهي تقول أنا فعلا ماديا يعني مش مستعدة أو مش جاهزة، وفي نفس الوقت الأب قاعد يضغط على الأولاد يقول لهم إنه أمكم ما تبيكم، من هالكلام يعني اللي ما يسوى، وهم يجون يقول لها وش فيك ما تبينا. فهي يعني قاعدة في غصة يعني بين الموضوع إنها تبغى شيء، أولادها يضغطون عليها وأبوها يعني يضغط عليها. اللي أنا أبغى أقوله حصة، إذا أنت تبغين شيء لازم تكون قد هذا الشيء، تبغين شيء لازم تكون قد هذا الشيء، تبغين تطلقين لازم تكون قد الطلاق، تبغين تطلقين لازم تكون قد الطلاق. يوقف أحد في وجهك يناقشك يشاورك يقول لك لا، يضغط عليك تقول أنا هذا رأيي وأنا هذه رغبتي، أنا شايفة هذا الصح، خلاص انتهى الموضوع. فأنت قعدتي 11 سنة عارفة أن الموضوع غلط وقاعدة تجاملين أهلك ليش، لكن حلو أنك في النهاية وصلتي النتيجة، لا أنت تعيدين نفس القصة مرة ثانية لأنك ما فهمت الدرس من المرة الأولى. لكن كون أنه أنت ما تقدرين تكوني مستقلة في بيت لأنه ما عندك فلوس، لأنه يمكن راتبك ضعيف، أبوك أنا أشوف أنه أبوك من حقه أنا يقول هذا الكلام، بكرة بيصير عنده أطفال عنده في البيت مطلوب منه هو المصاريف ويدوشون رأسه. فأنا أشوف أن أبوك من حقه هذا الكلام أنه يحمي نفسه ويحمي حياته، وفي نفس الوقت أنت من حقك هذا الكلام، من حقك أنك تأخذين أولادك. السؤال، هل أنت قادرة على تحقيق هذا الهدف؟ حققيه. أبوك ما له دخل في الموضوع، أبوك خارج المعادلة، ما له دخل في الموضوع. أبوك هم عيالك، الفلوس فلوسك، القرار قرارك، تروح المحكمة لوحدك، أبوك خارج المعادلة، ما له دخل. أبوك هو يحمي نفسه وهذا طبيعي جدا، هذا مطلوب منه، مو مطلوب منه أنه الحين يصرف على عيالك ويبلش فيهم ويعيد تربيتهم. إيش هالشغلة يعني، هو ليش يبلش في هالموضوع؟ بكل بساطة جهزي نفسك، استعدي، كوني قد المسؤولية، حسني من وضعك المادي وروحي أخذيهم. بس بالوضع هذا أنه أنت تنتظرين أحد يوافق، راتبك مش جيد، يعني أقدر أشعر أنه أنت مو مستعدة، أقدر أحس أنه أنت مو مستعدة. استعدي، ركزي على الهدف، فكري كيف تزيدين راتبك، كيف تحسنين وضعك، يمكن تشتغلين دوامين، يمكن تشتغلين الصباح والمساء، يمكن ما أعرف، يمكن تفكرين بطرق ثانية، المهم أنه توصلي للنتيجة. أتمنى أنكم تكونون استفدتوا واستمتعتوا من جلستنا اليوم. سوري لأنه
المرة الأولى كان فيه تعليق وانقطاع. شكرا لكل اللايكات والقلوب، شكرا لكل الأسئلة. أعتذر عن الأسئلة اللي ما قدرت أخذها. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. تذكروا عندنا كورس الدماغ الرئيسي 6 أيام ويغلق التسجيل، للي مهتم بصحته، للي مهتم بأنه ينظف الجسد ليستعد للاتصال الروحاني، أنصحكم هذا الكورس. تصبحون على حب.